لم يعد أبي كما كان، لقد تغير تماما وكأننا لم نعرف هذا الشخص من قبل. لم يعد يتمتع بالأشياء التي كان يحبها في السابق، أصبح يمشي في الطرقات ويتلو للناس حكايات ليست مفهومة وليس لها أساس من الصحة، وكأن أبي قد جن. كان أبي مثل الأعلى، أما الآن فإني سئمت هذه الوضعية لدرجة أنني أصبحت أستحي به أمام الملأ. بعد زيارة الطبيب تأكدنا بأن لديه مرض اسمه مرض الخرف. اقتراح الطبيب كان جلب أخصائيين في هذا الميدان لتمكننا من فهمه ومساعدته. الاقتراح الذي رفضناه في الأول بحجة أن هذا الأمر شخصي وأننا سنساعده لوحدنا دون تدخل الأجانب، لكن الأمور ازدادت تعقدا وسوءا. في نهاية الأمر اضطررنا تقبل فكرة الطبيب والرجوع إلى الإخصائيين لمساعدته في البيت، فكانت هذه خطوة فعالة جدا، بحيث استقرت وتحسنت الأوضاع فيما بعد، وبتدخل الأخصائيين تمكننا من فهمه ومساعدته أكثر. ويجدر القول أننا ندمنا لعدم تقبل فكرة الأخصائيين في الأول، لأن بفضل مساعدتهم فهمنا أن أبي ليس مجنون وإنما يعاني من مرض اسمه مرض الخرف.